تواجه آلة شيلدون أختها ألبرتا والتي قررت عدم الذهاب إلى اليونان للالتحاق بخطيبها. وحين تذهب بدلا عنها تداهمها أحلام لم تكن تعرف لها شبيها في حياتها الرتيبة. السفر يفتح العقل، لكن ماذا ستجني آليث شيلدون من هذه الرحلة إلى اليونان سوى الإحساس الثيب بالدوران في الفراغ؟ يضيع نظرها وراء نافذة الطائرة ولا ترى إلا وجه أختها الجميل المرتعب وصوتها الحزين. سيقتلني، إنه سيقتلني. كان صوت ألبرتا العذب يرتجف قلقا وهي تقول: لقد وعدته بالزواج والآن أتهرب في آخر لحظة بعد أن بعت خاتم الخطوبة لأشتري به بطاقة السفر إلى سيلان. لا يا أليس، لا تحاولي تغيير رأيي، سأذهب إلى سيلان للقاء هاري، توفيت زوجته وأصبحنا قادرين على الزواج، فأنا لا أحب إيونيتس، بل كنت مولعة بماله فقط ولا شك أنه يعرف ذلك، لأن أحدا لا يمكنه التعلق بهذا النوع من الرجال. ماذا تعنين؟ لم تكن أليس تعرف خطيب ألبرتا الرجل اليوناني الذي تعرفت إليه شقيقتها خلال رحلة قامت بها إلى جزيرة كريت. كل ما تعرفه أنه يكبرها بسنوات عديدة، وأضافت تقول: أنت لم تحدثيني أبدا عن خطيبك الثري، إذن ماذا تعنين؟ حسنا، إيونيتس رجل معاق، هذا كل ما في الأمر، جزءه الأسفل مشلول كليا، هل تريدينني أن أرسمه لك؟ فوجئت أليس بهذا الكلام الغير متوقع ثم قالت: وكيف بإمكانه إذن أن يقتلك؟ أنت لا تعرفين الطباع اليونانية. هزت ألبرتا شعرها الأشقر الناعم وبعينيها الزرقاوين المختبئتين وراء النظارات حدقت في وجه شقيقتها وأضافت تقول: كلمة واحدة تكفي كي يضربوني حتى الموت، صرخت أليس قائلة: لا تبالغي يا أختي، الأشخاص المتمدنون لا يتصرفون على هذا النحو. طبعا الأشخاص المتمدنون، لكن اليونانيين ليسوا متمدنين على النحو الذي تعتقدين، إنهم يتمتعون بشيء وحشي وبدائي يرعبني. إيونيتس رجل ثري يربح أموالا طائلة بمراكبه البترولية وشاحناته، ويكفي أن يرفع إصبعه الصغير فقط ليطيعه كل من يتعامل معه. أنا أحب هاري، أحبه يا أليس، وأخاف أن ينتقم منه. أنت تهزئين يا ألبرتا، كيف باستطاعة رجل معاق الانتقام من شخص يعيش على مسافة آلاف الكيلومترات من اليونان؟ هيا اصمتي، اذا كنت حقا لا تريدين الزواج من إيونيتس فما عليك الا مواجهته بالامر بصراحة. قولي له ان هاري فقد زوجته وانك تعرفينه منذ زمن بعيد وما زلت تحبينه وتريدين الزواج منه. سيفهمك جيدا ما دام ذكيا الى حد انه تمكن من الحصول على ثروة ضخمة، اجابت ألبرتا بيأس ومرارة. طبعا لا، تعرف أليس تماما الأنانية المخبأة وراء مظهر شقيقتها الملائكي، وهذا الذي جعل هاري يتزوج من امرأة أخرى، لكن زواجه لم يكن سعيدا، والآن كلا لا شك أن ألبرتا تبالغ في الأمر، فاليونانيون ليسوا مهتمين للثأر إلى هذه الدرجة، لكن لم يسبق لأليس أن تعرفت على أي يوناني. كل ما تعرفه أن معظم الرجال بشكل عام يتجاهلونها، وفي 24 من العمر ما زالت تعيش حياة رتيبة وبائسة. تابعت ألبرتا الحديث قائلة: بالنسبة إلى اليونانيين الخطوبة تقيد مثل الزواج، لم يسمح لي إيونيتس بالعودة إلى إنجلترا إلا من أجل شراء جهازي، ولما وصلت إلى هنا تلقيت رسالة هاري من سيلان وأنا الآن حرة للزواج منه. و إذن كل هذه الملابس التي اشتريتها هي من مال إيونيتس، إيونيتس دي ميسكينوز، أليس كذلك؟ طبعا، ومن أين لي المال؟ معاشي لا يسمح لي بارتداء الملابس الفاخرة، والمال الذي تركه لي والدي تبخر منذ زمن طويل. أين يا أليس، عليك مساعدتي للتخلص من هذه الورطة، سألتها أليس بجفاف. وماذا تريدينني أن أفعل؟ أن أذهب إلى كريت وأقترح على إيونيتس أن أحل مكان شقرائه الجميلة؟
صرخت ألبرتا قبل أن تفهم مزاح شقيقتها. أنت حلي مكاني، هل تمزحين؟ لا ينظر الأثرياء إلا إلى النساء الجميلات، وهذا لا ينطبق عليك يا عزيزتي المسكينة. ابتسمت آلاس من دون استياء، لقد اعتادت من زمان بعيد على سخرية أختها. ثم أليس واضحا داخل العائلة أن آلاس هي الذكاء وألبرتا هي الجمال؟ اسمعي ألبرتا، أنت التي وضعت نفسك في هذا المأزق، وعليك أنت وحدك الخروج منه. لا يمكنك إلا أن تتحلي بالصراحة الكاملة معه، ولن يجد صعوبة في لقاء امرأة أخرى بجمالك. أجابت ألبرتا بحزن، أنت تغارين مني لأن الرجال يهتمون بي بينما لا أحد يهتم بالنظر إليك. نعم إنني أشعر بالنشوة تجاه إعجاب الرجال بي، ولكن هاري هو الرجل الذي أريد وليس شخصا آخر، ولن أشعر أبدا بالشجاعة لأقول ذلك لإيونيتس. وستحملين ثمن خاتم الخطوبة. لم تكن آلاس تغار من أختها الجميلة المدللة، لكنها مضطربة لرؤيتها ترفض رجلا معاقا بهذه الطريقة الوقحة. طبعا لم يكن الحب واردا في هذه القضية، لكن من هو الرجل الذي لا يغضب عندما تتركه خطيبته بهذه الطريقة؟ صحيح أن الأثرياء لا يبالون بالمصاريف عندما يغدقونها على النساء الجميلات، لكنهم لا يحبون أيضا أن يذهب المال بهذا الشكل. قالت لها ألبرتا، أرسلت له برقية وآمل أن يتفهم الوضع. توقفت عن الكلام وعبر وجهها ظل قاتم، فأضافت تقول، أنا خائفة يا أليس، طبعه قاسي جدا وهو عنيف أيضا، وتروى عنه أمور كثيرة مريعة. لقد انتقم من الرجل الذي عذب شقيقته أليكترا بطريقة رهيبة، كما أنه متهم بقتل خادمة الأولاد لأنه اعتبرها سببا في إغراق ابن أخته المذكورة. قالت أليس مرتعبة، إنها مأساة حقيقية. نعم ما أقوله صحيح، وأليكترا أكدت لي صحة هذه الأقاويل. كان يوبيدي يحب الصبي حبا كثيرا ويعامله كابنه، وانتهى التحقيق بأن الخادمة انتحرت، ولكن الرأي العام متأكد بأن يونيتس قتلها. هل تفهمين الآن لماذا يعيبني؟ مهما تكن حقيقة هذه القصة، لا شك أن يونيت ديميسكينوز شخصية شديدة الخطورة. أخيرا قالت أليس، نعم ومن الأفضل لك الزواج من هاري. سأذهب بنفسي إلى اليونان وسأشرح لهذا الرجل الثري الوضع بكامله. هتفت ألبرتا فرحا، ستفعلين ذلك من أجلي، ألا تخافي من غضبه؟ هزت أليس رأسها وقالت، في كل حال من الصعب عليه أن يسبب أضرارا لجمالي. منذ زمن وهي مقتنعة بأن الفتاة التي ترتدي النظارات لا تجلب الرجال، ومن أجل أن تنسى حياتها العاطفية الفارغة انصبت على العمل المتواصل. تخصصت في فن الرسم ونجحت فيه كليا، وكم من مرة جلست في المساء تحيك الصوف وتطرز الملابس وقرب الشاشة الصغيرة بينما تلبي ألبرتا دعوات العشاء والسهرات المنهمرة عليها من قبل المعجبين العديدين. وكم من مرة سمعت كلمات الإطراء الكثيرة على أختها ورأت نظرات الإشمئزاز والشفقة حيالها. سمعت الضحكات الساخرة والمتآمرة، لكن أليس المسكينة ذات القلب الدافئ والكريم كانت ترغب حتى الجنون في جذب انتباه الرجال إليها، إلا أن وجهها الصغير الهادئ والمتحفظ المختبئ وراء النظارات لم يكن يجذب أحدا. لذلك من يستطيع معرفة حدة ذهنها ودفء عينيها؟ هدنة تأسفات عاقرة. الطائرة تحلق فوق مطار أثينا، أقفلت حزام المقعد وبدأت الطائرة بالهبوط. ماذا ستكون ردة فعل إيونيتس ديميسكينوز عندما يرى أليس بدلا من ألبرتا؟ وافقت على القيام بهذه المهمة الغامضة، أليس هذا جنونا؟ بعد نصف ساعة حل الليل وأوصلت تاكسي أليس إلى فندق ميتروبوليس في قلب أثينا، حيث حجزت غرفة لمدة أسبوع. في مثل هذا الفندق الفاخر يتكلم المواطنون الإنجليزية بطلاقة،
الغرف كانت مشمسة ومريحة. خلعت حذاءها وراحت تمشي على البساط الطري، ثم فتحت حقيبتها ووضعت أمتعتها داخل الخزانة، وقررت أن تتصل بمطعم الفندق وتطلب أن يحضر لها الطعام إلى غرفتها. فرفعت سماعة الهاتف وقالت للصوت الذي أجابها: أريد منك إحضار الطعام إلى غرفتي، هل تتكلم الإنجليزية؟ نعم يا سيدتي، أنا أتكلم الإنجليزية، ماذا تريدين؟ قالت أليس بتردد، مستغربة لهجة الرجل القاسية والغريبة. أريد طبقا من المساكا، إنه مصنوع من اللحم المفروم والباذنجان المقلي، أليس كذلك؟ نعم يا سيدتي، إنه طبق محلي لذيذ الطعم، هل بإمكاني أن أنصحك بتناول طبق من الكوسة المقلية معه؟ تماما. هل تريدين قطعة الشمام أو لا، أو صحنا من الحلوى والقهوة في آخر العشاء؟ احمرت وجنتها ووافقت قائلة: حسنا. لماذا هذا الصوت المتعجرف يحدث فيها توترا غريبا؟ هل بإمكاني أن أسألك عن اسمك وعن رقم غرفتك؟ غرفة رقم 120، اسمي الآنسة شيلدون. بعد ثوان عديدة قال الرجل: الآنسة أليس شيلدون، أليس كذلك؟ نعم. وصلت من إنجلترا؟ أجابت باندهاش: طبعا، سيصل العشاء بعد قليل. أخذت أليس دوشا سريعا ونظرت إلى عينيها في المرآة، هاتين العينين الرماديتين الزرقاوين الحارمتين واللتين لا تفارقهما النظارات ذات العدسات السميكة. لماذا يعتبرها الآخرون مثل راهبة خالية من الأنوثة أو فتاة صغيرة محتشمة وقبيحة؟ إنها ترغب بالوقوع في الحب كأي إنسان آخر، هل هي حقا غير جذابة؟ وعندما وقعت الدبابيس عن شعرها المرفوع، انسدل شعرها الكستنائي على كتفيها كالحرير فوق بشرتها العجية الملساء. وكانت ألبرتا تردد على مسامعها مرات عديدة قائلة: لا تعرفين الاعتناء بجمالك، لماذا ترفعين شعرك كعكة إلى الوراء وتخبئين عينيك وراء هذه النظارات القبيحة؟ من الأفضل أن تضعي عليها الكحل والظل فتصبحان كبيرتين وجذابتين. وكانت أليس تجيبها: وما فائدة كل هذا؟ الرجال لا ينظرون إلى امرأة ترتدي النظارات، اخلعيها إذن. وكيف أرى؟ راحت أليس تستمتع بماء الدوش الساخن، بشرتها لم تلوحها الشمس مثل بشرة ألبرتا والتي تقضي عطلات الأسبوع على شاطئ البحر برفقة شلة من الأصدقاء، ولا مرة دعت أليس إلى الانضمام إلى هؤلاء. فوجود ألبرتا يعني دائما المرح واللعب، أما وجود أليس فيعني الكتب ودفاتر الرسم. وبينما كانت تتمتع بهذا الحمام راحت تفكر وتقول لنفسها: آه، لو أبذل جهدي كي أتشبه قليلا بأختي، وأعطر نفسي وأرتدي ثوب المسلين الزهري الذي اشتريته خصيصا لهذه الرحلة، هل أجرؤ على الظهور بهذا الفستان الشفاف عندما يدخل خادم الفندق إلى غرفتي جالبا لي العشاء؟ ألبرتا لا تتردد لحظة واحدة، تحب أن تكون قبلة الأنظار. آه يا إلهي، كم أتمنى أن أرى عيني رجل ترتجفان لدى رؤيتي. عمري 24 سنة ولم أتمتع بعد بهذه السنوات، لا ينظر الرجال إلي إلا باللامبالاة والتهذيب. هل صحيح أنني غير قادرة على أن أثير إعجاب الرجال ولهفتهم؟ بعد أن جففت جسمها وضعت البودرة ذات العطر الرفيع، ثم ارتدت فستانها الزهري فوق بشرتها المعطرة واحتلها الخجل. لماذا هذا العطر وهذه الملابس الثمينة الوقحة؟ أي حيوان احتلها لصرف هذا المبلغ من المال لشراء أمتعة السفر؟ هل كانت تأمل بالسر بلقاء الرجل المناسب في بلاد اليونان؟ تركت شعرها ينسدل على كتفيها وقررت عدم ارتداء نظارتيها لئلا تفسد مظهرها الجميل، ثم ابتسمت لنفسها أمام المرآة وقالت: ألا تخجلين أيتها المجنونة؟ أي لعبة تلعبين؟ هل تلعبين دور أليس في بلاد العجائب؟ ماذا سيفكر الناس عندما يرونك هكذا؟ فجأة سمعت طرقا على الباب،
فتحته ودخل الخادم دافعا أمامه طاولة الطعام، وشعرت أليس فجأة بالخجل. لماذا خطر ببالها أن تقلد أختها؟ وأحست بنظرات الرجل تحدق بها، ثم قال وهو يدل إلى طاولة مستديرة صغيرة موضوعة بين نافذتين مفتوحتين على الليل والسماء المليئة بالنجوم: هل ترغبين في أن أضع الطعام على هذه الطاولة؟ يا إلهي، إنه الصوت نفسه الذي سمعته على الهاتف. نظرت إلى الخادم بطرف عينيها، كان ممشوق القامة، بشرته البيضاء تظهر بوضوح عينيه وشعره الأسود. اشتبكت نظراتهما وارتجفت أليس في داخلها. هل يعرف أنها لا ترتدي إلا هذا الثوب ولا شيء سواه؟ لقد، هل أنت من أجابني على الهاتف منذ قليل؟ نعم. ثم توجه لتحضير الطاولة، وما إن انتهى حتى تجمعت رائحة المساكة بكل المكان، فتذكرت أليس أنها تتذور جوعا. كل شيء حاضر. وضع كرسيا أمام الطاولة وترددت في اجتياز الغرفة أمام نظراته الفاضحة وفي فستانها الشفاف الضيق، لكنها اقتربت أخيرا من الطاولة في وقاحة لم يسبق أن شعرت بها من قبل. قدماها تعثرتا ببساط صغير لم تره، وكادت أن تقع لو لم يقفز الخادم إلى الأمام ويوقفها، فتعلقت ذراعاه حولها بقوة كالفخ الحديدي. وخلال لحظة قصيرة بدت لها أبدية، شعرت بقبضته فنظرت إليه وتفحصت ملامحه، بشرته السمراء وفمه الكبير وحاجباه العريضين وأنفه المستقيم. حاولت التخلص منه بجهد وهي تقول: أنا حسنا شكرا. بعد ثوان عديدة بعدها عنه وتوجه إلى الباب وقال: سأعود بعد قليل لأخذ الطاولة يا آنسة. اختفى بسرعة، ووجدت أليس نفسها وحيدة وسط الغرفة ترتجف كورقة في مهب الريح. لأول مرة في حياتها يضمها رجل بين ذراعيه بهذه القوة. شيئا فشيئا استعادت برود أعصابها وراحت تؤنب نفسها، ثم جلست على الكرسي ووضعت الفوطة على حضنها وراحت تسكب لنفسها المساكة. هذا الخليط الشهي المؤلف من الباذنجان واللحم المفروم والجبنة وخلاصة الطماطم. توجهت نحو النافذة وراحت تحتسي قهوتها وهي تتأمل أضواء المدينة. غدا ستذهب لاكتشاف أثينا، أمامها الوقت كله قبل الاتصال بإيونيت ديميسكينوز. القهوة التركية كانت حلوة ومرة في آن واحد. فجأة شعرت بالبرد فأغلقت الستائر السميكة وتنهدت وملأت فنجان قهوة آخر. عملها كان ينسيها الوحدة المريرة التي تعيشها، لكن في هذا المساء بدأت تشعر بالوحدة القاسية في هذا البلد الغريب وفي لباس أنيق كأنها على موعد مع حبيب ما. تثاءبت وجلست في المقعد وشعرت بالتعب. بعد قليل ستتوجه إلى فراشها تستغرق في النوم مع كل أشواق قلبها العطشان إلى الحب. يا لسخرية القدر. وضعت فنجانها على الطاولة واتكأت على الوسائد، عيناها ثقيلتان، لكنها لا تريد الذهاب إلى فراشها قبل أن يأتي الخادم ليأخذ الطاولة. إذا رآها هذه المرة في قميص النوم، الله وحده يعرف ما سيدور في رأسه. تبا لك ولأحلامك السخيفة. لا شك أن لهذا الرجل زوجة وأولادا يحبهم. هل لاحظ من تابها حين اقترب منها في اللحظة المناسبة؟ تعيش كبتا وحرمانا، حبست زفراتها. أي جنون أن تأتي إلى اليونان، بلاد أفروديت، رمز الحب الذي انشق من المياه، وبلاد فيولون، ابن الثورة، رمز الجمال الكامل. غدا ستعود إلى قناعها الطبيعي بكعكتها المرفوعة ونظارتيها السميكتين ولباسها المحتشم. تشعر الآن بالوحدة أكثر من قبل. نعم، غدا ستنسى هذا اللقاء القصير مع أبولو الجميل ذي الشعر السميك والعينين اللوزيتين. أما هي فليست سوى ابنة تدعى شيلدون، فتاة لا تجذب الرجال أبدا. أطلقت زفرة لا إرادية وتحدبت في مقعدها بارتياح، وتناثر شعرها حول وجهها وكتفيها وغطت في نوم عميق.
وراحت تحلم. وفي الحلم رأت أبولو الجميلة من جديد وهو يلفها بعباءة سوداء واسعة. راحت تتخبط في البداية، لكنه في النهاية حملها إلى جزيرته المشمسة. استيقظت أليس في زورق العجائب لتجد نفسها خارج الفندق، خارج كل التوقعات ومتوجهة إلى مكان بعيد، خارج العالم المتمدن مع رجل ينهش الثأر قلبه. صوت جرس أيقظ أليس ثم عم الصمت من جديد. شعرت بسريرها يتأرجح بها، تمطت وجلست نصف جلسة فانزلق شيء أحمر عن كتفيها. وفي اندهاش كلي راحت تنظر حولها، هل تحلم؟ نعم هذا حلم وليس حقيقة. لمست الغطاء الذي يلفها، إنه عباءة سوداء مبطنة بالحرير الأحمر. يا إلهي إنها حقيقة وليست حلما. وبسرعة البرق استعادت ذاكرتها. ألقت نظرة جنونية على الغرفة المزخرفة حولها، البساط الصوفي السميك يفترش أرض المكان المصنوعة من قطع الخشب. على أحد الرفوف كتب عديدة، وعلى الآخر ساعة حائط برونزية، نافذتان صغيرتان مستديرتان مجوفتان في الجدار لتدخل منهما أشعة الشمس. سمعت صوت خطوات وبعد قليل انفتح الباب ورأت رجلا ممشوقا يقف على العتبة. كان يرتدي سترة مصنوعة من جلد الغنم ويحمل بيده فنجانا ساخنا. قال بصوت أليف، صباح الخير، ها أنت يقظة كما أرى. راحت أليس تتأمل باندهاش الرجل الذي رأته في فندق المتروبوليس بلباس خادم المقهى، ثم قالت متلعثمة، أين أنا؟ هل أنا خارج الفندق؟ بالطبع يا آنسة شيلدون أنت خارج الفندق. اقترب منها حتى كاد أن يلمسها، فالتفت على نفسها داخل العباءة فأضاف، أنت على متن زورقي، نبحر باتجاه جزيرة سوليتاريا، هيا احتسي قهوتك قبل أن يغمى عليك من شدة الصدمة. مد لها الفنجان فارتجفت قليلا وتراجعت إلى الوراء وقالت، لا شك أنك وضعت في داخله مخدرا كما فعلت بالقهوة التي شربتها مساء أمس. عظيم، أنت تتمتعين بذكاء حاد. ابتسم بسخرية وقال، هذه القهوة لا مخدر فيها، احتسيها لتستعيد وعيك ونشاطك، أنت شاحبة حتى البياض ولا أريد أن أراك غائبة عن الوعي، هيا اشربي. كان ذلك أمرا مفروغا منه، كانت حنجرة أليس جافة فتناولت الفنجان من دون مناقشة. إذن هذا اليوناني خطفها، لكن لماذا؟ نظرت إليه بعينيها القصيرتي البصر وقالت، لا أفهم، ماذا تنوي أن تفعل بي؟ إذا كنت مصمما أن تحصل على فدية فسيخيب أملك. بعد صمت قصير أجاب، أطلب العدالة والانتقام. وانتظرت مدة طويلة لأحقق ذلك يا آنسة شيلدون، ليس في نيتي أن أطلب فدية كي أحررك، لكن ماذا أنا؟ راح قلبها ينبض بسرعة جنونية فقال ببطء، أنت خطيبة إيونيتس ديميسكينوز، ولهذا السبب أنت هنا. هزت أليس رأسها وقالت، أنت مخطئ، أدعى أليس شيلدون وأختي هي التي كانت تنوي الزواج منه. أختك، أنت ذكية وفطنة لكنك غير قادرة على السخرية مني بسهولة. عندما رأيت اسمك في سجلات الفندق عرفت تماما من أنت، عرفت أنك جئت إلى اليونان لهدف واحد وهو الزواج من رجل أكرهه حتى الموت. وبوجه قاتم راح يزرع الغرفة الضيقة بخطواته السريعة. أما أليس فكانت تحدق به وتتساءل بقلق، كيف تتوصل إلى إيجاد طريقة لتهدئة روعه وإفهامه خطأه؟ كان قلبها ينبض بقوة إلى درجة الاختناق، فقالت بلهجة متوسلة، اسمعني أرجوك، لم يسبق أن رأيت أبدا خطيب أختي. أنت كاذبة. اقترب منها وراح ينظر إليها بغضب ويقول، ولماذا جئت إلى اليونان إذن؟ إذا كنت لتنوين الزواج من هذا الرجل لماذا جئت إلى هنا؟
لا ضرورة للكذب يا آنسة شيلدون، ولا تتذرعي بالبراءة. لا شك أن تمارا هي أيضا حاولت طلب الرجاء من جلادها، لكن هذا لم ينقذها من الموت. رجعت آليس قليلا إلى الوراء وسألته: ماذا تقول؟ رأى الفنجان يرقص بين يديها فتناوله ووضعه بعنف على الرف وقال: ألا تعرفين؟ ألم يخبرك أحد إلى أي عائلة ستنضمين؟ ضحك ساخرا وبمرارة واضحة ثم أضاف: لا شك أنه أراد انتظار أن يتم الزواج قبل أن يقوم بهذا النوع من البوح. قالت بإصرار: لكن عليك أن تفكر جيدا، رجل ثري لا يفكر لحظة واحدة بالزواج من امرأة مثلي. امرأة مثلك؟ راح يتأمل وجهها من دون شفقة، ابتداء من شعرها المنسدل وانتهاء بصدرها اليانع. مد يده وشعرت أليس بالهلع وهو يلامس كتفيها بأصابعه القاسية. فجأة جذبها إليه فسقطت العباءة أرضا، فراحت أليس تتخبط، لكنه كان يمسكها بقوة ثم عانقها بوحشية ليرغمها على الخضوع. كانت تنوح كالأطفال والدمع ينهمر من عينيها. أطلقت شتيمة وأبعدها عنه فسقطت على الوسائد. ظل يحدق بها ويقول: من أنت إذن؟ ممثلة بارعة أم طفلة في جسم امرأة؟ أجابت بتلعثم: أنا أليس شيلدون. لماذا لا تريد أن تصدقني؟ بل أنا أصدقك. جئت إلى اليونان للزواج من رجل غني معاق محكوم عليه بالبقاء على كرسي متنقل. هذا الأمر يناسب ولا شك طبعك ومزاجك، أليس كذلك؟ تنوين الحصول على ما تريدينه من هذا الرجل من دون أن تقدمي له شيئا في البديل، أليس كذلك؟ لكن الأمر لم يتم كما خططت له. أنت الآن بين يدي أيتها الفتاة الباردة، ومتى يعرف أيوريت ديمسكينوز ما حل بك سيفقد عقله لشدة ما سيتألم. انتفضت أليس لدى سماعها هذه الكلمات اللاذعة وهمست بصوت مخنوق: ولكن وماذا يهمك إن عرفت؟ هل تشعرين بالمحبة تجاهه؟ لن أصدق ذلك أبدا. احتجت وأجابت: أنا حتى لا أعرفه، أعداؤه فقط يعرفونه. راح يداعبها بيد خبيرة فانتفضت، فابتسم وقال: كأنما لم يلمسك أحد من قبل. لكنني سمعت الكثير عن الإنجليزيات بأنهن يفقدن براءتهن باكرا، لن تدعيني أصدق بأن... هل بإمكان يونيتس أن يحصل على فتاة عذراء آملا في أن يحتفظ بها لنفسه؟ ولم لا؟ قالت أليس محاولة النهوض من دون جدوى. لا أفهم ما تقوله. ارتجفت أليس من لمسته للجرح وقالت: أرجوك ابتعد عني. هز رأسه وقال: هل أنت جدية؟ بعد كل العذاب الذي عانيته كي أتمكن من خطفك، لن تتخلصي مني مهما فعلت أو بكيت أو توسلت. وإذا كنت حقا عذراء فسأكون سعيدا أن أخذ وجهك وسألقن يونيتس درسا لن ينساه في حياته، ولن يكون ذلك إلا انتقاما عادلا للطريقة التي غرقت فيها تمارا في حوض السباحة. لقد اتهمها بأنها هي التي سببت غرق ابن أخته. تذكرت أليس ما أخبرتها به ألبرتا عن موت ابن أخته وعن مقتل الخادمة والأقاويل التي تدور حول ذلك، فنظرت إلى الرجل مثل عصفور مسعوق ينظر إلى حية لتستعد لابتلاعه وقالت: تمارا مربية الأولاد. أنت على علم بذلك كما أرى. بعنف أمسك بشعرها وقال: ماذا سمعت عنها؟ الإشاعات الكاذبة نفسها بأن تمارا خطيبتي أخذت الصبي إلى السباحة وأغرقته. هذا أمر غير معقول، أنا أعرفها منذ الصغر، ترعرعنا جنبا إلى جنب في القرية نفسها، كانت جميلة وطيبة وأي ولد يشعر بالأمان معها. كلا إن أليكترا ديمسكينوز هي التي أرادت التخلص من ابنها، هذا الابن الحرام، وذلك للتهرب من العار وخوفا من انتقام أخيها. وبعد أن دبرت غرقه اتهمت المربية بذلك.
راح يهزها بغضب، وخافت أليس أن يقتلع شعرها، فراحت تبكي وتقول: أنت قاس وتظن مثل ديمسكي موز تماما. لو أنني لا أضبط نفسي فأنا قادر على خلع عنقك، صرخت من شدة الألم، فتركها فجأة وتقوقعت على السرير مرتجفة وخبأت رأسها بين يديها كأنها تريد التخلص من جلادها، ثم نجحت بالقول: كل هذا لا يتعلق بي كليا، لقد جئت إلى اليوناني لأعلن لديمسكي نوز أن شقيقتي تريد فسخ الخطوبة. لكنه لم يكن يسمع، تقدم خطوة نحو الباب ثم قال: سأصعد إلى السطح للتأكد من أن الزورق يسير بالاتجاه الصحيح، نحن وحيدان هنا ما عدا خادم صغير. لا يحق لك خطفي، سيعاقبك القانون. القانون؟ لا أعرف غير قانون واحد. هل سمعت؟ الثأر، ما زال الثأر الشكل الوحيد والأكيد للعدالة. عندما فتحت لي الباب مساء أمس أدركت أنه من اللباقة أن أعيد لديمسكي نوز عذراءه مبللة بالعار مهانة. فهمت في الحال ما الذي جلبه إليك، هذه الهالة من الحشمة والبراءة التي تلفك. إنه يجمع الحجارة النادرة الخالية من أي خطأ، أليس كذلك؟ أجهل ما يجمعه. كم من مرة علي أن أردد على مسامعك أنني لست خطيبته. لو رأيت أختي ستدرك خطأك، إنها شقراء جميلة تسحر الألباب وتجذب العديد من الرجال، أجابها بنظرة احتقار. هل تتصورين أننا نستلطف الفتيات اللواتي يعاشرن الرجال؟ ديمسكي نوز يوناني، يوناني مثلي، سأجرح قلبه حتى الموت عندما أعيد له خطيبته بعد أن أنال منها ما أريد. قالت بصوت متقطع: أنت مجنون كليا، ديمسكي نوز لا يعرف حتى من أكون. ومتى تكمل حجارته النادرة ويخف وهجها لن يعود بحاجة إليها، ولن يكون لك معنى بنظره بعد ذلك، وسيتألم كبرياؤه أكثر مما لو خنقتك في الحال من دون عنف أو تعذيب. هذه البراءة في عصر تحرير المرأة أمر لا يصدق، أم أنك تمثلين علينا دورا ستندمين عليه؟ أنا لا أمثل، وسترتكب جريمة إذا فعلت. عضت على شفتيها، ما فائدة الكلام؟ فهي تعرف الآن إلى أي درجة هو قادر على أن يكون قاسيا وعديم الشفقة. إنه يكره ديمسكي نوز، ولا أحد يستطيع تغيير رغبته الفادحة بالثأر منه. تعلقت بالعباءة السوداء المبقعة بالأحمر للتخلص من نظراته التي تعريها، وقامت بجهد أخير لتقنعه بأنه مخطئ. اسمعني أرجوك، أنت تريد أن تعاقب شخصا بسبب موت خطيبتك، أليس كذلك؟ مهما فعلت بي هذا لن يؤثر على ديمسكي نوز، لأنني لا أعرفه ولا يعرفني. سأكون وحدي من سيتحمل هذا العذاب، وسيؤنبك ضميرك إذا نفذت جريمتك البغضاء. نظر إليها بإعجاب وقال: أنت فتاة رائعة. وبتأثير أشعة الشمس التي تدخل الآن من نوافذ الزورق إلى داخل الحجرة، بدأ شعرها المشعث بلمعان ذهبي، وبين رموشها الطويلة المبللة بالدموع كانت عيناها تلمعان مثل الزمرد. أعتقد بأنني سأتذوق لذة في هذا الثأر، وسيكون ذلك تعويضا على ما عانيته خلال السنوات الماضية. كنت أحب تمارا حتى الجنون، لكنك لا تستطيعين فهم هذه الأمور. وماذا تعرفين عن الحب يا آنسة شيلدون؟ أنت التي كنت على استعداد للزواج برجل مثل ديمسكي نوز لتكوني بجانب هذه الشخصية الحقيرة من أجل المال. نعم، ماذا تعرف عن الحب؟ لم يسبق أن أعارها أحد من الرجال اهتمامه ما عدا هذا اليوناني الوقح والذي اعتبرها ألبرتا وخطفها إلى زورقه. لكن أمس كان يعمل في فندق متروبوليس كخادم في المطعم. سألته فجأة: من أنت؟ قال متأخرا: الشيطان بذاته حاضر لخدمتك. أدعى ستيفان كاساندروس، ولست خادما في فندق متروبوليس، إنما صاحب الفندق نفسه.
وأملك سلسلة من الفنادق. مثالي الأعلى أنه لا يوجد كالعمل المتواصل لإشغال العقل والجسد، وبما أنني فقدت امرأة حياتي وشريكة مستقبلي فأنا أعيش حياة الشك. لكن هذه الحياة ستتغير عندما نصل إلى جزيرة سوليتاريا. إنها جزيرة موحشة بعيدة عن كل شيء، صالحة في البحر الإيجي، وهناك سأنتقم بك من الوحدة الرهيبة والتي عشتها منذ وفاة تامارا. ستبقين معي حتى أمل منك، سأمتلكك جسدا وروحا. هل هذا واضح؟ نعم إنه وضوح الأعمى. هذه الشابة الساذجة التي لم تجذب أي رجل في حياتها من قبل عليها أن تعيش الآن في جزيرة يونانية بصحبة هذا القرصان الوحيد. قالت له بحركة متواصلة: أرجوك دعني وشأني، هذا أمر حقير ومهين لكنه مثير للغاية. اقترب من الأريكة حيث كانت ملتصقة داخل العباءة السوداء مثل عصفور بردان، فلاحظت حينئذ عينيه الجميلتين اللوزيتين وملامحه الحادة وبشرته الناعمة البرونزية. راح يلمس كتفيها بيده ثم عانقها وقال: لن أعود عن قراري، وعليك الاعتياد على هذه الفكرة في الحال، ومن الأفضل لك الخضوع. وبنعومة غير منتظرة راح يلامس شعرها ببطء ويقول: لم يسبق أن رأيت شعرا بهذه الطراوة، وما حلمت يوما ببشرة ناعمة كالحليب. لا داعي للندم والأسف، فأنت الآن على متن سفينتي. فات الأوان للشفقة من زمان، والحقد يحتويني. ومهما تخبطت أو احتجيت فأنت حقا عذراء تمكنت ديمسكينوز من جذبها بواسطة أمواله الطائلة. لا أنا لا ألومك على تعلقك بالمال، الجميع بحاجة إلى المال. لقد بنيت الفنادق من أجل إيواء السياح المبهورين ببلادنا وتاريخنا وأساطيرنا وأثارنا وسمائنا الزرقاء وجبالنا العطرة. اندهشت آليس ورفعت عينيها نحوه. لم يسبق أن سمعت رجلا يتكلم عن بلاده بهذا الشغف المطلق الحسي. أضاف يقول بلهجة تهديد: أنت لي منذ اللحظة التي دخلت فيها إلى شقتك مساء أمس. كنت قد خرجت لتويك من الحمام، أليس كذلك؟ لقد تنشقت عطر جلدك عندما تعثرت قدميك وأنقذتك من السقوط. كان بإمكاني إخضاعك في الحال، لقد شعرت بذلك، أليس كذلك؟ لكن ستشعرين بالارتياح والألفة أكثر في سوليتاريا، تقريبا وحيدان في جزيرة لا تحتوي إلا على حفنة من الفلاحين. تهتم عائلتهم بالاعتناء بمنزلي وحديقتي. هناك يمكنني أن أفوز بالثأر وأرى في عينيك الزرقاوين رغبة لا مثيل لها. كانت عيناه تشعان رغبة جامحة، وشعرت أليس بتوتر يملأ جسمها كله، وراح قلبها ينبض بقوة كأنها تعيش كابوسا رهيبا. لا شيء سيمنع هذا الرجل من تحقيق مشروعه، لا الرجاء ولا الدموع، وجزيرة سوليتاريا تقترب حتما. وخلال لحظة قصيرة حاولت أن تتخيل الجزيرة الصغيرة الصخرية والتي تلعب الرياح فيها، حيث ينتظرها ولا شك بيت ذو جدران بيضاء مطلية بالكلس. هذا البيت الذي بناه ليأوي حبه مع تامارا. أخيرا قالت: أنت مخطئ تجاهي، أنا أرتدي النظارات ويعتبرني الرجال غالبا كمنغصة للأفراح. توقفت عن الكلام لدى رؤية ستيفانو كاساندروس يقهقه من الضحك، فقال بعد أن ابتعد عنها: بعد 5 دقائق ستقنعينني بأنك ترتدين الباروكة وطقم أسنان وصدرا اصطناعيا. أنا لا أرى جيدا من دون نظارات، ولم تتأثر قدماي في الأمس بصورة إرادية إذا كنت تلمح إلى ذلك. لا لقد لاحظت اندهاشك ولذلك حاولت منعك من السقوط. ابتسم وأضاف: منذ زمن لم أضم امرأة بين ذراعي، ونسيت كم أن ذلك رائع، وفي الحال لدى رؤيتك ارتسم قدرك أمامي. ماذا تعني؟ قررت حينئذ أن أخطفك. كنت أفكر في البداية أن أطلب من ديمسكينوز فدية ضخمة يدفعها لمنظمة خيرية، لكن عندما شعرت ببشرتك والعطر جميلتي عرفت أن الحظ يحالفني في ثأر بالغ الروعة. أنت إنسان مجنون وخطر ولست جادا في الوصول إلى أهدافك.
هل تعتقد أنني سأدعك تتصرف بي كما تشاء؟ مثل الشيء هي تهجرني مثل خرقة قديمة بعد أن تحقق انتقامك. قال ساخرا، وكيف بإمكانك منعي من تحقيق ذلك؟ أنا أقوى منك بكثير، ولا أحد يصدني عندما أريد تحقيق أمر ما. حرمني ديمسكينوز من المرأة التي أحببت، وسأفعل الشيء نفسه بالنسبة إليه. صرخت أليس قائلة، لكن ديمسكينوز لا يحبني، وأنا لست شيئا بالنسبة إليه، لا شيء. أردد لك ذلك وأرجو أن تصدقني. أنت على حق، كيف بإمكانه أن يحب امرأة لا تحب سوى المال؟ مهما كان الأمر، لا شيء يمنعني من امتلاكك، وسيعرف ديمسكينوز وسيختنق غضبا، وأنا أكيد من أنني سأتمتع كثيرا بالحصول عليك. أحب أن أراك حساسة ومنفعلة، أحب هذا العطش للمحبة والذي أراه في عينيك الجميلتين. أحب. انسحرت أليس بكلامه الجميل، ولم تستطع إزاحة نظرها عن وجهه الوسيم الخالي من الرأفة. مضت ساعات منذ خطفها، ولا أحد سيشغل باله عليها. سافرت ألبرتا للالتحاق بحبيبها في آخر العالم، وها هي الآن تصغي إلى مختطفها وهو يشرح لها بهدوء وببساطة أنه يريد النيل منها. أنت شخص حقير وقذر. هز رأسه وقال، عليك أن تعتبريني قديسا بالنسبة إلى خطيبك. أنا لست فاسدا مثل ديمسكينوز، أنا إنسان طبيعي بكل ما في الكلمة من معنى. لأنك تجد من الطبيعي أن... قطعها قائلا، هيا لا تعتبريني مريضا مهووسا من دون فائدة. سأتركك فترة، حقائبك موجودة تحت الأريكة، ارتدي ملابسك ووافيني على سطح الزورق. سأطلب من الطاهي أن يحضر البيض المقلي. هل أنت جائعة؟ كلا، قال وهو يتوجه إلى الباب. كاذبة. هيا يا أليس، من الأفضل لك الاستسلام للأمر المحتوم، أنا بانتظارك. وما إن انغلق الباب وراءه حتى نهضت أليس معلقة بعباءتها لترى من خلف النافذة البحر الأزرق الهادئ والمركب فوق سطح الماء كأنه يحفر هاوية بين القناة والعالم المتمدن فوقها. على سطح هذا الزورق الضائع وسط البحر الإيجي شاب يوناني مهووس يشتر ثأرا رهيبا، لكنها لن تجعله يهزأ منها، فستدافع عن نفسها حتى آخر نقطة من عنفوانها. في البداية ستبرهن له أنها ليست امرأة فاتنة. عندما يراها ترتدي نظارتيها وترفع شعرها كعكة إلى الوراء وترتدي الملابس المحتشمة، سيفهم مختطفها جيدا خطأه الفادح. الريح تعصف في شراع المركب الذي يبحر كالسهم بين الأمواج. صعدت أليس إلى السطح من دون أحداث أي ضجة، وخلف الرافعة وقفت تنظر إلى ستيفان كاساندروس وهو يقود المركب محدقا بالماء والأفق البعيد، وبيد حازمة ينطلق إلى آخر العالم، إلى جزيرة نائية حيث ينوي أن يفعل بها ما يشاء. كان قد خلع سترته المصنوعة من جلد الخروف ويرتدي سروالا قديما وقميصا بيضاء تظهر عضلات صدره القوية وحيويته ونشاطه. النظر إليه يعذبها كثيرا، هذا الرجل الوحيد لا مبالي والذي يقوم بعمله في تمهل ومثابرة كما يفعل الزواق في الأمواج الصاخبة. وراحت تتأمل مختطفها بوضوح لأول مرة وهي تشعر بوميض غريب في صدرها. عندما كانت منذ قليل تبحث في أغراضها لم تجد نظارتها، لا شك أنها نسيتهما على الطاولة في حمام الفندق، ولحسن حظها وجدت بين أمتعتها نظارات الشمس فارتدتها كي تخفي عينيها الضائعتين. ارتدت تنورة غامقة وقميصا أزرقا فاتح اللون مكللا بالأزرار حتى العنق، وبنظارتها السوداء وكعكة شعرها المجدودة وغياب الزينة عن وجهها عادت أليس شيلدون إلى طبيعتها القديمة التي لا يلتفت الرجال إليها أبدا. كانت تتمنى أن تهدئ من عزيمة مختطفها متى رآها على هذا الشكل، وأخيرا قررت الإعلان عن وجودها فقالت، ها أنا يا سيد كاساندروس، لا
لقد ارتديت ملابسي وصعدت إلى سطح الزورق كما طلبت مني. نظر إليها بلا مبالاة ثم انتفض لرؤية كعكة شعرها وقال: انزعي كعكتك الآن وبسرعة واتركي شعرك ينسدل على كتفيك. كانت مصممة على أن تحافظ على هدوئها، لكنها قالت بصوت أكيد: تبا لك، شعري ملكي وأنا أسرحه دائما على هذا الشكل، أفكه فقط عندما أذهب إلى فراشي. لكن هذا تحريض وإثارة، وأنا أحب شعرك منسدلا بحرية على كتفيك في كل ساعة من الليل والنهار. هيا انزعي الدبابيس بسرعة ودعي الريحة تلاعب شعرك الجميل. وضعت آليس يديها خلف ظهرها وقالت ببرود: هل القائد أوامر أخرى يريدني أن أنفذها؟ من الأفضل عليك أن تعرف حقيقتي ومن أكون حقا. من جديد راح يتأملها من رأسها حتى أخمص قدميها، ولم يسبق لآليس أبدا أن رأت نظرات رجل بهذا التوتر والاضطراب والقلق والسرية كالبحر الذي يحيطها، فأزاحت نظرها عنه وحدقت بالسلسلة الذهبية حيث تعلقت جوهرة من حجر الجاد وظهرت من تحت قميصه. اشبهي نفسك، هذا كل ما أطلبه منك، ازدلي شعرك الحريري. لست فتاة شيطانة، وأكره أن أرى شعري على وجهي. سألها ساخرا: إذا لماذا تريدينه طويلا؟ هل تريدين يا آليس أن أجيب عنك؟ أنت تعرفين جيدا أن لديك شعرا جذابا ولا تجرؤين على إظهاره، أنت فتاة معقدة. ألا يكفيك أن تلعب دور الخاطف والمضيف والبحار وتريد أن تلعب دور طبيب نفسي أيضا؟ شخصيتي لا تخص إلا نفسي فقط. خطأ، منذ الآن أنت تحت سلطتي وكل ما فيك يخصني ويحق لي الرقابة عليك أيضا. صرخت قائلة: أنت عديم الوجدان، عندما تقبض الشرطة عليك. لا خطر علي يا آليس، خطفتك من فندق متروبوليس ليلا وأخذتك إلى هذا الزورق، كما شطبت اسمك من السجلات ولم يعد هناك أي أثر لمرورك بالفندق. لكن موظف الاستقبال الذي تكلمت معه، إنه أحد أبناء عمي وهو لا يفشي بالأمر لأنه يريد وظيفته. والطاهي سيراني. طبعا إنه ابن خالي، لا أحد من أفراد عائلتي قلق على ما سأفعله بخطيبة ديمسكينوز هنا. الصدق لا يتزعزع ونحن نعرف كيف نتكاتف مع بعضنا. أنت إنسان تافه، أنت إنسان فظ متعجرف وحقير. كمعظم الرجال أنا موافق، منذ الطفولة ينهمر الجميع علينا بالمديح والقول بأننا أقوياء وأرفع منزلة من الجنس الضعيف، ونحن لا نفعل شيئا لإيقاف الغريزة. أما أنت التي تتحلين بصفات تدفعك إلى الخضوع للرجل والاستسلام له، الظاهر أنك لست واعية لسحرك آليس، ربما يجب أن تتعلم استخدامه. وطبعا ستكون أنت المعلم المختص، أخشى أن أكون تلميذة خائبة يا سيد كاساندروز. ليس ذلك أكيدا، وراء احتشام الآنسة شيلدون بأحذيتها العادية وقميصها ذي القبة العالية والأكمام الطويلة أرى إنسانة مختلفة، فراشة جميلة ذات أجنحة ملونة لا تطلب إلا الخروج من الظلمة. هل أنا مخطئ؟ أليس اعترفي بذلك، عندما كنت صغيرة هل أشعرك أحد بأنك إنسانة عادية؟ لست بحاجة أن يقال لي ذلك. راح يضحك بفراسة وانطلاق جعلتها تضطرب بغرابة. أبدا، وحتى في أحلامها الجنونية لم تتخيل آليس أنها ستعيش مغامرة مماثلة. لقد قال لها منذ قليل: ماذا تعرفين عن الحب؟ أنت التي كنت على استعداد لأن تبيعي نفسك لرجل ثري قذر. نعم، ماذا تعرف عن الحب؟ لم يكن يريد تصديق الحقيقة. ما العمل؟ هل تستمر في لعب دور إنسان آخر؟ فهي تحت سلطته إلا إذا قذفت بنفسها في الماء لتودي بحياتها. ارتعشت وهي تشعر فجأة بيد ستيفان على شعرها. نزعت دبابيس وانسدل الشعر البني الحريري شلالا فوق كتفيها ثم قال:
أنا على استعداد أن أسمح لك بأن لا تثقي بي، لكنني لن أقبل أن ترفضي لي هذه الرغبة في رؤية شارك. أهو الآن جذابا حتى الإثارة؟ أنت إنسان مستحيل ومن الصعب تحملك. نظر إليها بسخرية ورمى الدبابيس في الماء وقال: لا أريد أن أرى بعد الآن هذه الكعكة الرهيبة، أكره أن ينسدل شعري ويغطي وجهي. لقد سبق وقلت لي ذلك. حسنا، والآن دعيني أتأمل قميصك، لونه رائع، لكن هل أفك بعض الأزرار العالية أم ستفعلين ذلك بنفسك؟ لا لا، لن أسمح لنفسي أن أتحول إلى امرأة سهلة فقط من أجل إرضائك. لا يحق لك أن تطلب مني مثل هذا الأمر. ابتسم ثم قال: ستفعلين ما أطلبه منك بالتمام والكمال. حان لك الوقت أن ترمي جانبا هذه المبادئ البالية التي تخنقك، وتدعي الرياح تلاعب شعرك، والشمس تلامس جلدك، ويدي تفك أزرار قميصك. في حياتي كلها لم أرى مثل هذه البشرة الجميلة. ألم تسمعي هذا الكلام من قبل؟ احمرت أليس بخجل. نعم، تعرف أنها تتمتع ببشرة ناعمة، لكنها رفضت إظهارها للآخرين. لكن ماذا عليها فعله لئلا تدعه يفك الأزرار العالية بنفسه؟ وبعصبية فكت أزرار قبتها ونظرت إليه، فأسرع يقول: وزر آخر بعد؟ فكته وقالت: تبا لك. شعرت أن خاطفها يداعب عنقها بنظراته الحالمة، فخطت خطوة نحو الزورق فقال لها: الماء تحثك على السباحة، أليس كذلك؟ لكنني أحذرك، فالمياه هنا مليئة بالتماسيح. تقول لي هذا الكلام فقط لترعبني. حاولي إذا أردت. ارتعشت وقالت: أنت عديم الرحمة. ما بالك يا أليس؟ هيا كفي عن التخبط ضد التيار الذي يجرفك. يجب أن تعتادي على فكرة أن تصبحي لي. أنت لا تستطيعين مقاومة القدر تماما كما لا تستطيعين مقاومة الرياح والأمواج العاصفة. أنا أريد الانتقام وسأناله من دون اعتبار عواطفي. سأبذل جهدي لئلا أتصرف مثل رجال الكهوف، أعدك. هل تتصور أنني سأخضع لك مثل عانس متعطشة للحب؟ بكل الأحوال ستستسلمين لي يا أليس، وهذا أمر ضروري. هذا ميكي طاهي، حامل فطور الصباح. ابتسم لها طاهي ببساطة كأن وجودها أمر طبيعي، فسأله ستيفان بالإنجليزية: اجلب هذا الصندوق لتجلس عليه الآنسة شيلدون. ثم قال لأليس: ميكي يتكلم الإنجليزية واليونانية، عاش والده عدة سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تزوج وأنجب، لكنه عاد إلى اليونان كما يحصل مع الجميع. جلست أليس فوضع ميكي أمامها صحنا مليئا بالبيض المقلي والخبز المحمص والزبدة والمربى، ثم سكب لها فنجان قهوة. قال ستيفان: خذ عني قيادة الزورق يا ميكي بينما أتناول فطوري. نعم كابتن. نظر ستيفان إلى أليس بشغف لا يصدق. كيف بإمكان هذه الفتاة الباهتة أن توقد في هذا الرجل اليوناني هذه الرغبة المثيرة؟ إنه يريدها بوضوح من دون تعقيد. لا شك أنه كان فعلا مغرما بتمارا، لأنه ابتعد عن جميع النساء بعد وفاتها. أخفضت عينيها خوفا من أن يكتشف انجذابها إليه، وراحت تفكر بوضعها الغامض. يخطفها ستيفان إلى جزيرة نائية فتنجذب بكتفيه العريضتين ووركيه الضيقتين ورأسه الكبريائي المتوج بالشعر الغامق الكثيف. هي للغرابة، وهي لغرابة هذا الوضع بالذات. سألها فجأة: بماذا تفكرين؟ قالت بعد أن احمرت وجنتاها بقوة: أفكاري تخصني، أليس كذلك؟ تحيرينني يا أليس، هل تتجاهلين مكر النساء؟ كأنك عشت في صومعة حتى الآن. كيف نجحت في التسلط على ديمسكينوز؟ سيجن عندما يعرف باختفائك، أليس كذلك؟ سيحاول نجدتي. ضحك ستيفان بشكل تهديدي وقال: هل تتصورين أنه سيرسل أشخاصا للتفتيش عنا؟ أنت مليئة بالأوهام صغيرتي.
سترسى سفينتنا في سوليتاريا قبل آخر النهار، وقبل أن تصل فرقة النجدة يكون قد قضي الأمر. انتفضت وسألته: ماذا تعني؟ ما بالك يا ابنتي العزيزة؟ لا تجبريني على توضيح النقاط. بضربة جافة قطع البطيخة التي بين يديه إلى جزئين وقدم لها قطعة بابتسامة ساخرة، فقالت له: هل هذا تهديد؟ أليس كذلك؟ هيا كلي بطيختك الحلوة كالعسل، إنه العالم بالمقلوب، أليس كذلك صغيرتي؟ على متن السفينة الرجل هو الذي يقدم للمرأة ثمرة التجربة. ما زلت تتذكر الحوادث التي جرت في الفردوس، فما عليك إلا أن تتذكر التتمة. جزيرة اليوم هي ربما مرفأ سلام، ماذا سيحل بها عندما تكون قد مارست انتقامك؟ لن تشعر سوى بطعم الرماد في الفم. أنت متواضعة جدا يا عزيزتي أليس، كيف بإمكانك أن تفكري بأن هذا الثأر لن يجلب لي الفرح الكبير؟ وراء النظارات الغامقة كانت أليس تتأمل باندهاش وجه الرجل الكبريائي الواثق من نفسه. أضاف يقول بعد لحظة: ألا ترغبين في معرفة المزيد عن سوليتاريا؟ هناك ستعيشين. ألا تخشى يا سيد كاساندروس أن يكون وجودي على الجزيرة حافزا سيدفعك إلى الإفشاء بالسر، أو أنك تنوي القول بأنني جزء من عائلتك؟ الجميع يعرف بأنني أعيش من دون امرأة منذ زمن بعيد، وهنا في جزيرتي الناس منفتحون ويتمتعون بأفكار واسعة. أشعل سيجارا صغيرا وأضاف: ما أفعله لا دخل لأي إنسان آخر به. كنت أتصور أن لي علاقة في الأمر، لكن تبين أنني لست بشيء، لكن لدي كرامتي وعزة نفسي، ولا لا أريد أن يعتبرني الآخرون غانية. كلمتك الأخيرة قديمة الاستعمال وبالية يا عزيزتي. ثم أضاف: بالية مثلك يا طاهرة، بدأت أفهم لماذا يجذبك ديمسكينوز. كنت تعرفين بأنه لا يمكنه أن يطلب منك كل شيء، فكان بإمكانك الاستفادة من ثروته من دون أن تدفعي شيئا من ذاتك. هل تفكر جديا هكذا بي؟ هذا أمر حتمي. لنقل أن هذا رأيك أنت، لكنني أردد لك منذ أن صحوت من دوختي بأنني لست الإنسانة التي تبحث عنها، غير أنك لا تريد أن تسمعني. فكر للحظة، إنك تعتبرني من الطراز القديم. نعم كلامك صحيح وينطبق في عدة وجوه. هل تتصور أن رجلا مثل يونيت ديمسكينوز يفكر للحظة واحدة في الزواج مني؟ أنا نهضت وتابعت بحدة: نعم يا سيد كاساندروس، أنا فتاة خجولة ومعقدة جدا، وضد المغامرات العابرة وحبوب منع الحمل والإجهاض. أعيش حياة هادئة في الشقة اللندنية، وأكسب معيشتي بالعمل كرسامة في المجلات النسائية. ليس عندي أي نجاح أبدا، ينقصني ذلك الشيء الذي يجذب الرجل، ومنذ زمن وأنا مضطرة للعيش وحيدة. وإذا أحببت يوما رجلا فليس لأنه يملك ثروة أو مالا أو لأنه معاق. وأنا لست باردة كما تظن. نظر إليها ستيفان كاساندروس فتاة طويلة بصمت، ثم هز رأسه ببطء واندهاش وقال أخيرا: أنت تدهشينني حقا، كان عليك أن تصبحي ممثلة. هل تعرفين إنني بدأت أشعر برغبة ماسة لاكتشاف أليس شيلدون الحقيقية؟ لا تصدقني يا ابنتي العزيزة، لقد استعلمت عن خطيبتي ديمسكينوز، وقيل لي أنها فتاة إنجليزية نحيلة في العشرين من عمرها ذات شعر طويل رائع وتدعى أليس شيلدون. كلا، إنها تدعى ألبرتا شيلدون، بل قيل لي أنها أليس شيلدون. لقد تفحصت جواز سفرك خلال نومك وتأكدت من أنك أليس شيلدون ذاتها، ومولودة في ميدليكس وعمرك 24 سنة. إذن توقفي عن الكذب. توقف عن الكلام وراح يتأملها بشغف وأضاف: كثير من النساء يبيعن كل ما لديهن ليملكن بشرة مثل بشرتك، والعديد من الرجال يفعلون الشيء نفسه لكي ينالوا الحق في لمسها ومداعبتها.
وبحركة جافة رمى سيجارة في الماء وأمرها قائلا: تعالي إلى هنا. اذهب عني من فضلك. مريق تهديد ارتسم على وجهه وقال: افعلي ما يقال لك، وإلا بإمكاني أن أكون قاسيا. هيا قرري، حان الوقت. أراك متقلصة مثل هرة غاضبة مستعدة للهجوم وإنشاب مخالبها. لماذا زعمت ألبرتا أنها تدعى أليس؟ هذا ما تساءلته الفتاة المسكينة، وتذكرت أليس أنها رأت مرة أختها الصغيرة تسأل والدها قائلة: بشعري الأشقر وعيني الزرقاوين، كان عليك أن تسميني أنا أليس بدلا من ألبرتا. يومها ضحك والدهما ثم التفت إلى أليس بمحبة قلقة، كأنه يشك بأنها ستكتشف يوما بلاد العجائب. فجأة شعرت أليس بذراعي الرجل تلتفان حولها بقوة، فجن جنونها ورفعت عينيها إلى وجهه القاسي، وبينما الدنيا تدور بها سمعته يقول: إذا هذه هي خطتك، لا تريدين أن تهابي شيئا، وأنا سأخذ ما أريد. هل تتصور أنني سأرتمي بأحضانك؟ راحت تتخبط بائسة، لكنه ظل يشدها بين ذراعيه بقوة الحديد، فارتجفت وهمست بصوت قلق: لا، ليس هنا، الطاهي بإمكانه أن يرانا. تفضلين الاختباء؟ جذبها بقوة وراء تلة الصناديق، كادت أن تفقد عقلها. كلما تخبطت أكثر كلما أصبح أكثر حماسا، لكنه فجأة حملها بين ذراعيه وأدخلها إلى الحجرة ووضعها على الأريكة وأقفل الباب بالمفتاح، فصرخت بصوت مخنوق: لا، أرجوك لا. خلع نظارتيها فأطلقت صرخة رعب وتخبطت بقوة ترجوه أن يتركها وشأنها. كان قلبها ينبض بقوة جنونية واحتلها الضعف وفقدت الوعي وارتمت على الوسائد بيضاء كالأموات كدمية من القماش، ولما رفعت عينيها كان جالسا قربها يبلل وجهها بالماء الفاتر. أدرك أنها عادت إلى صوابها فقال: هل أفزعتك؟ هل تشعرين بتحسن؟ لقد نعم. رفعت يدها إلى جبينها المبلل ونظرت إليه برعب وقالت: هذه أول مرة أشعر بالغثيان ويغمى علي. كنت أتصور أن هذه الأمور تحصل فقط في قصص العهد الماضي. أنت إنسانة غريبة يا أليس. إنها غلطتك، لقد خدرتني وخطفتني وجئت بي إلى زورق بهدف ممارسة العنف معي، وتريدني فوق كل ذلك أن أرتمي بين ذراعيك. ابتسم وقال: احتسي هذا المشروب لتستعيدي نشاطك ولونك. قالت له بنظرة متوسلة: أنت تعرف جيدا ما أريد، أريد أن تعيدني إلى أثينا. نحن الآن في منتصف الطريق، ولا أنوي العودة فقط لإرضائك. أعرف الآن أنه لا يجب علي أن أكون عنيفا معك يا أليس، سأخذ الوقت المطلوب. أنت لا تشبهين الإنجليزيات، أنت لست امرأة متحررة، أنت رجل عديم الشفقة ومنفر. قال لها وهو يضع يده على كتفيها: وأنت فتاة حنونة مثل الندى، أنت شديدة الحساسية، وأنا أكيد بأنني خدمتك في أن خلصتك من مخالب ديميسكينوز، ولأنك ساذجة لا تعرفين ما كان ينتظرك. عليك أن تشكريني على ذلك. تريد الآن أن تبرهن لي أنك قديس ومهذب. لا شك أنك مثل ديميسكينوز تتمتع بموهبة استغلال الناس، ولا تفكر إلا بلذتك مهما كان العذاب الذي تفعله بالغير. بريق خافت عبر عيني الرجل اليوناني فتقلص وقال: انتبهي، لا أطيق مقارنتي بمجرم. هزت كتفيها وقالت: أنت أيضا تقوم بعمل جيد يا سيد كاساندروس، أليس كذلك؟ أرجوك أن تعتادي على مناداتي بستيفان، نحن في طريقنا إلى سوليتاريا، بإمكانك أن تصرخي وأن يغمى عليك وأن تمزقي الوسائد، هذا لا فائدة منه. لا شيء سيرغمني على العودة، استرخي وكفي عن شتمي. أن أشتمك هو الشيء الوحيد الذي أحبه في هذه الرحلة. إذا أترك لك الحرية في أن تشتميني، لكن وحدك. نهض فجأة وقال لها: نامي الآن.
تبا لك يا سيد كاساندروس، سأجد طريقة للتخلص من مخالبك. في هذه الحال أتمنى لك أحلاما جميلة، لكن أخشى ألا تستطيعي تحقيقها. توجه إلى الباب فقذفت عليه كأس الشراب الذي تحطم أرضا من دون إصابته، فسألها بضحكة ماكرة: هل تشعرين الآن بتحسن؟ كثيرا، شكرا. وما إن انغلق الباب حتى تقوقعت أليس على الأريكة تاركة نفسها تتأرجح مع حركة الأمواج. لقد حلمت بالحب بين ذراعي رجل محب وحنون. لما رماها القدر في طريق هذا اليوناني القاسي والذي قرر أن يشفي غليل انتقامه بواسطتها؟ وكل هذا بسبب شقيقتها ألبرتا المجنونة والتي تكذب من دون أن تفكر بالعواقب. واهتز كيانها وهي تتذكر عناقه، وأدركت أنه في المرة المقبلة لا شيء سيوقفه عند حده، لا صراخها ولا بكاؤها ولا توسلاتها، كانت ضائعة حتى العدم. أسندت أليس ظهرها إلى حاجز السفينة شاحبة اللون تنظر إلى الزورق يدخل وسط الصخور البحر المنثورة حول شاطئ جزيرة سوليتاريا، والرياح تلعب بشعرها والغسق يشارف على نهايته. وفي الأفق سحابات طويلة من اللهب تخطط السماء الليلكية. هذه الصخور الغامقة المنبعثة من أعماق إيجي تجعل الجزيرة شبه قلعة، والصخور الساحلية الغارقة عميقا والمتأججة بنيران شمس المغيب تنحدر عاموديا فوق الرمال الضيقة. أشار ستيفان بإصبعه إلى منزله الذي أطلق عليه اسم الفانوس، هذا المنزل المهجور والذي يطل على البحر من فوق قمم الصخور، وقال: ها هي قلعتي. وكان في صوته فخر واعتزاز لأنه مالك هذه الجزيرة وهذا المنزل وهذه الضحية الهشة. كان الزورق يبحر ملتويا ضد الرياح بمهارة كبيرة ويخترق الصخور. أخيرا دخل المرفأ فنشل ستيفان المرساة محدثا فرقعة عنيفة، وبالرغم من كل الظروف كانت أليس تشعر بنوع من النشوة وهي تصل إلى هذه الجزيرة الغريبة. نزلت من السفينة إلى زورق صغير، وبعد 20 دقيقة فقط كانت تدوس الرمال البيضاء على الشاطئ الصغير المحدد بالصخور الحمراء الشاهقة، وفوق رأسها كانت السماء متوهجة. كانت نظارتها موضوعتان في جيب سترتها لأنهما أصبحتا غير صالحتين للاستعمال من شدة الوسخ والرطوبة، ومن دون هذه العدسات لا تستطيع أليس أن ترى جيدا. كل شيء أمامها تراه بمثابة ضباب يريح نظرها. هدأت عدائيتها تدريجيا، نظر إليها ستيفان بتحدي وكبرياء وقال: إذن ألا تشعرين بأن الميرا تنتظرنا؟ قالت بصوت مضغوط: لا أفهم معنى هذه الكلمة. بذلت جهدا كبيرا لئلا تفقد برودة أعصابها، وخاصة كلما اشتبكت نظراتها بنظراته، فأجاب قائلا: ميرا يعني القدر، ما كتب قد كتب وإلا ستحدث مشاجرة. قالت بلهجة احتقار: يا لهذا العذر الجميل، تخطفني مثل لص عاتي ثم تسمي ذلك القدر. في ظروف أخرى يدفع السائح أموالا طائلة ليقوم برحلة على متن سفينة كالتي أملكها. أنا أعاملك باعتبار ومراعاة حتى ولو أني أفكر بالطريقة التي غرقت فيها تمارا في حوض السباحة. قامت أليس بحركة غاضبة وقالت: أرجوك كف عن تحميل مسؤولية موت هذه الفتاة المسكينة. أوقف حركتها وأطبق يده على معصمها، ثم رفع يدها وراح يتأملها بسحر ويقول: يداك جميلتان يا عزيزتي، بيضاوان وناعمتان، ولا شك أنهما تعرفان المداعبة الساحرة. هناك أمور عديدة المفروض أن تتعلميها يا عزيزتي. في المرة المقبلة عندما سأضمك بين ذراعي آمل ألا تمزقني أظافرك كما حصل في السابق. هل شعرت بالألم؟ كم أنا شديدة الفرح لذلك. قال بضحكة ساخرة: كنت تتخبطين مثل هرة شرسة، لذلك تستحقين العقاب المناسب. لكنك رجل مهذب، أليس كذلك؟ أزاحت عينيها عنه ونظرت إلى الصخور العالية وقالت:
لا تقل لي أن علينا تسلق هذه الصخور للوصول إلى قلعتك. كلا، اتبعيني فقط. أمسك حقائبها وتقدمها ماشيا على الرمل الضيق والذي يتأجج بدوره تحت أشعة شمس المغيب القوية. أمامها لمحت أليس فجأة حجرة مصعد محفورة داخل الصخرة. دخل إليها، إنها ضيقة ومبنية من الحديد السميك. انغلق الباب وصعد ببطء، لكن الخوف احتل أليس فكانت ترتعش بقوة لوجودها داخل الصخور الضيقة. قال ستيفان: من النادر أن يتعطل المصعد. الفانوس كان في الماضي ديرا قديما، ولم يكن الرهبان يخافون من التنقل من صخرة إلى أخرى، لكنني فضلت الرخاء وبنيت هذا المصعد. هل تعانين من خوف الاحتجاز؟ أعني، هل تخافين من الأماكن المقفلة يا أليسيا؟ لا أحب المصاعد كثيرا، ثم أفضل أن تدعوني أليس كما من قبل، فأنا لست يونانية ولا أنوي الزحف أمامك. صحيح، لكنني تصورت بأنك فهمت أن عليك الاستجابة لرغباتي طوعا أو كرها. وسأناديك بأليسيا، قالت ببرود. نعم، أنت لا تعرف إلا العنف، لكنك لن تتحمل طويلا عدائية وحقد وكراهية فتاة سجينة. المستبدون مثلك بحاجة دائمة إلى الحنان كأي إنسان آخر، وهذا أمر لا يمكنك أن تجبرني على إعطائك إياه. نظر إليها بسخرية وقال: إذا كنت تعتقدين بأنني أتوقع حنانك ومحبتك فأنت مخطئة تماما. لم يكن في نيتي سوى شيء واحد عندما جئت بك إلى هنا، هل هذا واضح؟ نعم، لكنني لا أريدك أن تنخدع نسبة إلى مشاعري. ضحك بسخرية وقال: أنت لا تهوينني في قلبك. بالطبع، كل مشاريعي مستقبلك فشلت بسببي. كنت تحلمين بحياة ناعمة قرب نصف رجل غير قادر على أن يطالب بحقه، أليس كذلك؟ قالت أليس وصوتها يرتجف احتقارا: هل تنوي أنت المطالبة بحقك؟ لكنك لست سوى شخص رديء يستحق أن يشنق، وطبعا لن تحمل حقك معك إلى الجنة. لكن لا أحد سيصدق أبدا بأن الملاك المحترم صاحب سلسلة الفنادق الكبيرة قد خدرك ثم خطفك إلى زورقه. لست الأجنبية الوحيدة التي تأتي إلى اليونان بحثا عن رجل ثري، هل تريدين تعويضا لذلك؟ رجال القانون سيضحكون عليك ويسخرون منك، وسترفض دعوتك رفضا أكيدا أمام المحكمة. قالت أليس باشمئزاز: أنت شيطان كبير، أنا لست هذا النوع من النساء وأنت تعرف ذلك تماما. وكيف أعرف ذلك؟ مساء أمس في شقة الفندق أظهرت لي بأنك فتاة محتالة ومغرية تعرف كيف تقع بين ذراعي. نيتك كانت واضحة. تحثرت قدماي بالبساط، ألم ترى ذلك بعينيك؟ ما رأيته يختلف كليا عما سأبوح به أمام المحكمة، هل هذا واضح؟ أنت رجل كريه وعفن، سترميني في الوحل وأنا سأكون الضحية. ألا تخشى انتقام ديمسكينوز؟ هل تعتقدين أن ديمسكينوز يتحلى بروح الفروسية عندما سيعرف بأنك وقعت بين يدي؟ سيتعذب كثيرا فقط، لكنه سيتخلى عنك بسرعة. لا تتوهمي كثيرا يا صغيرتي، أنا سأعوض عليك تلك الخسارة. تعوض علي؟ ما الذي تقصده؟ قال بحركة راقية: المال يا عزيزتي، أليس هو المال الذي جذبك نحو ديمسكينوز؟ أنا لم أحضر إلى اليونان من أجل ذلك. لا داعي للمكابرة فيما هو بديهي، القضاء يسير ولا شيء يمنعني من أن أبلغ ثأري. توقف المصعد وفتح ستيفان الباب الحديدي ودعا أليس للخروج. دخلا ساحة صغيرة وأمامهما باب سميك. فجأة شعرت أليس بالخوف يحتلها فرجعت إلى الوراء كأنها تريد التخلص من هذا الرجل ومن السجن الذي سينغلق عليها. فاصطدمت بخاطفها بينما كان يبحث عن المفتاح في جيوبه. قالت وهي تضع نظارتيها: أنا المعذرة، نظري شحيح جدا مثل الخلد. لماذا تعتذرين لمثل هذا الأمر؟ هذه النظارات تعطيك لمحة حنونة. بهذه العدسات اعتدت أن أرى الرجال ينظرون إلي وكأنني خالية من أي انجذاب وسحر.
ضحك بسخرية وقال: لم أفعل شيئا حتى الآن كي تأخذين هذه الفكرة عني. في بلادي يا أليسيا الصغيرة يتصرف المرء بدهاء أكبر. أين وضعت مفتاحي؟ احمرت أليس بعنف وتذكرت المشهد عندما عانقها. لو لم يعتقد بأنها خطيبة ديميسكينوس هل كانت التقت به؟ قالت بصوت عصبي: آمل أن يكون المفتاح قد سقط في الماء، أنا لا أرغب في الدخول إلى منزلك. لكن عليك الرضوخ للأمر الواقع برضاك أو بالقوة. ها هو المفتاح، هيا اتخذي قرارا، هل تدخلين أمامي أم ترغمينني على حملك؟ هل أنت متوحش منذ صغرك؟ لنقل أني كنت أكثر لطفا في صغري. انفتح الباب السميك محدثا صوتا وكاشفا عن ساحة واسعة مربعة محاطة برواق من الأعمدة. شمس المغيب تسطع على نوافذ الطابق العالي والتي كانت تبدو مرصوفة بالألوان. معظم الجدران الخارجية تختفي وراء العرائش السميكة. قبب الرواق مصنوعة من الحديد المزركش حيث تتعلق النباتات المتسلقة. هبت نسمة عابرة فصعدت في الجو رائحة غريبة. قال لها ستيفان وهو يدل على نبتة مزهرة: فلفل الرهبان، إنها شجرة العفة ولها مفعول تنويمي معين، أي أنها تفقد الرغبة الحيوانية. قالت من دون تفكير: في هذه الحال عليك أن تجلس الآن بين أغصانها. من الأفضل أن أهرب من هنا. تخجلين. لمس خدها فرجعت إلى الوراء فضحك من جديد وقال لها: تصورت أن الإحمرار لم يعد معروفا في بلادك. فغضبت واحمرت أكثر وقالت: لقد سبق وقلت لك بأن الرجال عادة لا يتغزلون بالفتيات اللواتي يرتدين نظارات مثلي. صحيح، لقد سمعت عمي يقول مرة بأن البحارة البريطانيين الذين أتوا إلى هنا خلال الحرب العالمية الثانية كانوا يطاردون أي امرأة في طريقهم. دائما تتكلم عن أعمامك وأولادهم، أليس لديك أب أو أم؟ هز رأسه وقال: توفيت أمي يوم ولادتي وكان والدي صياد سمك، وعندما بلغت 9 من العمر غرق زورقه خلال عاصفة بحرية ومات، وكنت محظوظا إذ كان لي عم وعمة حضناني من يومها فتربيت على يديهما بمحبة وكرامة. هل يعيش أحد من أقاربك معك في هذا المنزل؟ انتظرت رده بقلق، فالوضع صعب إذا كان جوابه إيجابيا، وإذا كان عليها أن تعيش وسط عائلة. شعرت بالارتياح عندما أجابها قائلا: أعيش وحدي هنا وأبناء عمي يملكون مزارع صغيرة في الجوار، هل سألتقي بهم؟ هذا أمر حتمي على ما أعتقد. الظاهر أنه يسخر من الأقاويل والإشاعات. هل تخافين حقا ما سيقولونه عنا؟ خلعت نظارتيها بعصبية ونظرت إليه بتوسل وقالت: لا شك أنك تعتقد بأن الفتاة الإنجليزية لا تبالي بسمعتها. لا تخافي، فسكان الجزيرة سيعتادون على وجودك بسرعة. أمسك بكتفها بقوة وقال: لا تحاولي أن تثيري بي الشفقة، فأنا لا أشعر بالرأفة تجاه خطيبة ديميسكينوز. اقتنعي بأنك امرأتي في الوقت الحاضر منذ زمن وأنا أعيش وحدي وسأفرح برفقتك. صحيح إن هذا المنزل كان ديرا قديما، لكنني لا أتمتع بروح القداسة. تخبطت للمسته وقالت: لا سبب في أن تلح علي، فهمت نواياك. أنا لست الرجل الوحيد الذي يترك غرائزه حرة الانطلاق. اعترفي بذلك بصدق، أليس هذا أمر رائع؟ جذبها إليه وشعرت بأنفاسه فوق خدها وقال: حتى لو كنت مخطئا بالحفاظ عليك هنا أليسيا، سوف أفعل بك ما أريده. منذ زمن وأنا محروم من لمس امرأة. أريدك، هل تسمعين؟ أريدك بكل كلي. أريد أن أفرح باستمالتك أيتها الخجولة، وقبل أن أرميك جانبا سأعلمك الكثير عن الحب، سأجعلك تصرخين عاليا. شعرت أليسيا بالارتخاء يحتل أعضاءها، كانت بين يديه مثل عصفور بلا دفاع، وفجأة تقلصت لئلا تدعه يشعر بقوة انفعالها، فهمس يقول:
عفي عن التمثيل وتحملي البلاء، وكنت أنوي أن أتصرف معك بلطف لما جئت بك إلى هنا. لا تتصرفي كالطفلة، وضعي في عقلك بأنني لم أقطف التفاحة من أجل نظري إليها. قالت ببرود لطيف: أنا لم أتصورك أبدا رجلا، وأرجوك أن تكون أكيدا من ذلك، كما لم أعتبر نفسي أبدا مثل تفاحة. أنت متواضعة جدا، سأعلمك ما قيمة سحرك، أن تفعل بي ما تشاء، أليس كذلك؟ أنت تفاحة، وقدرك منذ الأبد أن تشفي غليلي. نعم يا أليسيا الصغيرة، سيكون رائعا أن أعلمك الحب. لقد عرفت الحب يا أليسيا، لكن في الماضي البعيد. حمل الحقائب ودخل إلى المنزل، وتبعته الفتاة مضطربة إلى درجة رهيبة. ماذا حل بأليس الخجولة؟ دخلا غرفة عالية السقف ذات جدران غامقة، الأثاث المنحوت والمقاعد المغلفة بجلد الحيوانات كانت منثورة على الأرض المنقطة. فقال ستيفان: هذا جلد الذئاب، ما زالت الذئاب وتتشرد في جبالنا بحثا عن فريسة تقع بين أسنانها. ارتعشت لهذا العالم الغريب غير المنتظر والذي ستواجهه رغما عنها. داخل المدفأة الحطب يشتعل ورائحة اللهب غريبة. اقتربت من المدفأة ومدت يديها فوق حرارة اللهب فسألها: كيف تجدين داري؟ وضعت أليس نظارتيها وراحت تتأمل الآنية الفخارية المطلية المنثورة على أثاث يلمع ببطء في الظل. على البلاط بساط رائع من الصوف السميك، وعلى إحدى الجدران بين نافذتين تعلقت أيقونة بيزنطية محفورة بالحجارة النادرة. أخيرا قالت: ألا يفكر المرء هنا أنه في دير؟ هذا ما قصدته، لم أغير شيئا في ملامح القلعة من الخارج، لكنني فضلت جعل الغرف أقل تقشفا مما كانت عليه، وهكذا حولت بعض غرف الطابق الأول إلى حمامات. نظرت أليس بإمعان إلى المدفأة وقالت: كيف لرجل مثلك أن يعيش وحيدا هنا؟ بالفعل، لكن الإنسان الذي يتوصل إلى كسب المال يكون حلمه الوحيد أن يملك بيتا له، قالت من دون أن تنظر إليه. طبعا، وجزيرة حيث بإمكانه أن يفرض سلطته على كل شيء ويختطف النساء، قال بسخرية غير واضحة. هذا ينطبق علي وأنا لا أنكر ذلك. اقترب منها وأسند ظهره إلى المدفأة، كان قد خلع سترته الجلدية، ومن فتحة قميصه رأت أليس عقد الجاد يلمع على صدره الأسمر، وتذكرت في الحال العراك العنيف الذي حدث في الزورق وخلاله شعرت بهذه الجوهرة تؤلم صدرها. رفعت نظرها إلى ستيفان فرأته يراقبها بنظرة غريبة كأنه يتذكر هو أيضا هذه الحادثة، فهذا يقول بعد لحظة: الجزيرة والمنزل ربما سيضللانك في البداية، لكنك سرعان ما تعتادين عليهما، وبما أنك تتحلين بموهبة الرسم فأنا أكيد بأنك ستجدين هنا ما تودين رسمه، قالت بسخرية. هذا معقول؟ هل ستسمح لي بهذا النوع من التسلية؟ تصورت أن علي إطاعتك حرفيا طيلة النهار. لا، لن أصر على رؤيتك بصورة مستمرة إلا في الليل. احمر وجهها والتهب حلقها، وبحركة غريزية خبأت وجهها المشتعل بين يديها المرتجفتين، فقال لها بجفاف: لا تتصنعي الخجل أكثر مما أنت حقيقة، حان لك أن تصبحي امرأة بكل ما في الكلمة من معنى وبكل ما في ذلك من لذة وسعادة. لم تستائي مساء أمس عندما دخلت إلى غرفتك، وكم كان رائعا أن أضعك بين ذراعي، أنت العطرة الناعمة، ربما كنت تفضلين ألا أبالي لوجودك وألا أجدك جذابة، أليس كذلك؟ ضحك من هذه التفاهات. أرغب في أن أبرهن لك عن هذا الآن وفي الحال، لكنني أخاف من حضور الخادمة في أي لحظة، أجابته أليس بصوت مخنوق. أنت رجل وقح، هز كتفيه وأجاب: من دون شك، لو كنت حقا امرأة حقيقية ولست عانسا معقدة لفرحت بجنون لمجرد إثارة رجل مثلي، سأعرف كيف أجعلك تتقاسمين هذه الأحاسيس الرائعة.
شعرت برغبة ملحة لطمر نفسها تحت الأرض والاختفاء كليا، ثم قالت بصوت اتهامي: هل تسخر مني؟ أنت إنسان سادي، لا يحق لك أن تتهمينني، لا يحق لك أن تتهمني بالساذجة، الحقيقة تجرح. يعني مثل ديمسكينوز، هل تفهمين؟ أنا لم أسبب سوءا لأي امرأة في حياتي، أفهم الآن لماذا سحرك؟ خوفا من الحب، أليس كذلك؟ لكنك لم تفكري أيتها الحمقاء المسكينة بأنه سيفرض عليك أمورا أخرى. أنا لم أفهم ماذا تقصد. ومن جديد شعرت بانجذاب لنظرة ستيفان، هل سينفذ تهديده الآن هازئا بكرامتها ويفتك بها في الحال؟ فجأة سألها: كم عمرك أليسيا؟ 24 سنة. ألم تسمعي من قبل بالانجرافات؟ بلى، ولكنك لا تريد أن تفهم أني بل أفهم الكثير. تريدين الزواج من دون القيام بالواجبات الزوجية. لو نجح ديمسكينوز في إقناعك بأنه يكتفي بلمس يدك، اسمحي لي بأن أقول لك بأنك فتاة ساذجة إلى حد بعيد. منذ موت تمارا عرفت عن هذا الرجل أمورا كثيرة لا يمكنني أن أقولها لك من دون أن أحمر خجلا. فوراء المظاهر المحترمة يخبئ غرائز مجرمة وفاسقة، إنه إنسان متعفن حتى العظم. توقف لحظة قبل أن يضمها إليه بقوة ويقول: تجدين صعوبة في فهم كلامي، أليس كذلك أليسيا؟ لكن هذه الحقيقة، ومن حسن حظك أنك وقعت بين مخالبي. أنا الذي سيعاملك مثل إنسان بشري، أما هو لكان اعتبرك شيئا مثل أي شيء آخر. هل كلامي واضح؟ ارتجفت أليس. إذا كان ما يقوله صحيحا فهذا من حسن حظ ألبرتا، لكن ذلك لن يغير شيئا في مصيرها. بالقدر رماها بين أيدي هذا الرجل اليوناني والذي يعد في أن يبلغ ثأره مهما كان الوضع. إذا تمكنت من أن أبرهن لك بأنني لست خطيبة ديمسكينوز، فهل ستدعوني أذهب وشأني؟ عدنا إلى الموضوع من جديد. إذن يوجد في العالم فتاتان تدعيان أليس شيلدون. لدي شقيقة تدعى ألبرتا، ذهبت إلى السيلان لتتزوج من رجل أحبته منذ سنوات عديدة، لكنه كان قد تزوج من فتاة أخرى. وأثناء ذلك كانت أختي قد تعرفت على ديمسكينوز وتمت خطبتهما، ولما علمت بأن حبيبها قد فقد زوجته قررت فسخ الخطوبة والذهاب إلى السيلان بناء لطلبه، لكنها لم تكن تتمتع بالشجاعة الكافية لتعلم ديمسكينوز بالأمر شخصيا، فوكلتني أنا بالأمر. خطيبة ديمسكينوز تدعى أليس وليس ألبرتا، صرخت أليس فاقدة الأمل. لقد كذبت. يا إلهي، كيف سأتمكن من إقناعه أن يصدق كلامي ويعيد إلي حريتي؟ أضافت تقول: كانت ألبرتا دائما تفضل اسمي، ولأي سبب استعملت اسمي مع ديمسكينوز لا أعرف، لكن بإمكاني الاتصال بها في سيلان وأبرهن لك عن وجودها. أرجوك أعطني خطا لأبرهن لك الحقيقة قبل أن ترتكب ما لا يمكن التعويض عنه، قال بقسوة. حسب رأيي أنت تحاولين كسب الوقت. أحب أن أصدق بأن لك أخت تعيش الآن في سيلان، لكن قصة تغيير الاسم أمر لا يصدق. ألم تقولي لي عندما كنا في الزورق بأن ديمسكينوز سيرسل من يأتي لنجدتك؟ كنت قد فقدت الأمل واعتقدت أن هذا النوع من التهديد سيجعلك تفكر بالأمر وتعيدني إلى أثينا. الظاهر أنك حتى الآن لم تتوصلي إلى معرفة أليسيا، وأنت ما تعرفه عني خطأ فادح. ما دمت تتصور بأنني انجذبت إلى ديمسكينوز هذا، أنا لا أشبه ألبرتا لا جسديا ولا فكريا. كيف تنوين برهانة كلامك؟ هل من الممكن أن أرسل برقية إلى أختي؟ لدي عنوان هاري خطيبها، سأطلب منها أن تؤكد لك بأنها كانت فعلا خطيبة ديمسكينوز. فهمت. هل أنت صديقة حميمة لأختك؟ كلا، ليس تماما. هل بإمكانها أن تكذب لتخلصك من هذه الورطة؟ أجابت أليس بمرارة: لا تخف من ذلك، لا خطر، لأن ألبرتا فتاة أنانية،
إذا هل بإمكاني أن أرسل لها البرقية؟ سأرسلها بنفسي، ستعطيني عنوان أختك في سيلان، وسأطرح عليها السؤال بنفسي، ومصيرك متعلق بجوابها، هل اتفقنا؟ شعرت أليس بارتياح وقالت: نعم، نعم، كم من الوقت تحتاج للحصول على الجواب حسب رأيك؟ ربما أسبوع، ربما أكثر، فسيلان بلد بعيد في آخر العالم، ومن الآن حتى ذلك الوقت. ابتسم بسخرية وهو يرى ارتجاف شفتي أليس وقال: حتى ذلك الوقت سأكف عن ملاطفتك ما دام ذلك يزعجك، لكنني أنبهك إذا كانت البرقية تعكس أقوالك فلا مجال لطلب الأمان أو العفو، هل فهمت؟ أشارت برأسها في حركة إيجابية وشعرت بخوار في قدميها، فجلست على المقعد الجلدي بينما راح ستيفان يشعل سيجارة. سألها: والآن قولي لي، ألم يحبك أحد عندما كنت صغيرة؟ لكن بلى. طبعا لم تحصل أليس على الدلال مثل ألبرتا، لم يمدحها أحد، وكانت عائلتها تدعوها الفتاة الجدية لأنها كانت تنصب على القراءة بنهم ولا تبالي بشيء آخر. وذات يوم سمعت عمتها تقول: للأسف على هذه المسكينة أن ترتدي النظارات، فهي قبيحة من دونها أيضا، وليس من الصعب التنبؤ بنجاح أختها تجاه الرجال. أما هي، وببطء رفعت أليس نظرها المتكبر نحو ستيفان فقال لها مقطب الحاجبين: لا تنظري إلي هكذا، لقد وعدتك بأنني سأرسل البرقية وهذا ما سأفعله، اليوناني عندما يعد يفي بوعده، أجابت بتهذيب: أشكرك. وفي مقعدها المريح استرخت أليس وراحت تفكر بأن عليها الآن قضاء عطلة قصيرة على هذه الجزيرة اليونانية بانتظار وصول رد ألبرتا. في حقيبتها وضعت بزة السباحة وواقي الشمس وأقلاما ودفاتر، باختصار كل ما تحتاجه لتمضية الوقت. فجأة قال ستيفان: منذ زمن ولم أشعر برغبة في حضور أنثوي، الظاهر أنك تحبين الملابس الجدية، أما أنا فأفضل الملابس المريحة الخفيفة، أتمنى ألا تنقصك الملابس الخاصة بالسهرات كالتي ارتديتها مساء أمس، أفرحيني وارتدي واحدة منها، أرجوك أيضا عدم رفع شعرك واتركيه حرا يتطاير فوق كتفيك. هل هذه أوامر؟ أوامر؟ كيف بإمكانك قول مثل هذه الكلمات؟ إنني أقدم لضيفتي ببساطة استقبالا غير معقد، هل اشتريت ثيابا فاخرة فقط لارتدائها في غرفتك؟ يا للأسف أنا لست إنسانة طائشة أو هائمة يا سيد كاساندروس، لكنني لاحظت في حقيبتك عددا من الملابس توحي بعكس ما تقولينه. رمى السيجارة في المدفأة وقال: أطلب منك أن ترتديها وأن تناديني ستيفان. وماذا إن رفضت؟ قدمت لك خدمة يا أليسيا، لماذا لا تبادريني بالمثل؟ الظاهر أنه ليس لدي اختيار. بالفعل ظهرت امرأة في عتبة الباب وكأنها من القرن السابق، ترتدي قبعة مطرزة وثوبا حريريا أسود، واللؤلؤة تتدلى من أذنيها. نظرت إلى أليس بإمعان فقال لها ستيفان: الأنسة شيلدون ضيفتي يا كاترينا. ثم التفت إلى أليس وقال: خادمتي كاترينا ستكون تحت تصرفك كليا. قالت أليس بلطف وتهذيب: تشرفنا. أحنت كاترينا رأسها وسألت ستيفان: هل أخذ الأنسة إلى شقة الشرق؟ طبعا، والآن من أجل أن توظب حقيبتها وتتحضر للعشاء. نهضت أليس بهدوء وسألته: أي ساعة تتناول العشاء؟ في التاسعة يا أليسيا. إذن إلى اللقاء في التاسعة ستيفان. أذكرك بأن تغيري هندامك وترتدي الملابس الأنيقة استعدادا للعشاء. أحنت رأسها بابتسامة مرغمة وتبعت الخادمة نحو سلم يقودها إلى الطابق الأعلى.